عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. صباح توقيت الدهمة راشد بن سعيد بالغافرية، تهانينا لك على الفوز وعلى التوقيت وسلام لأهالي العوير. المركز الثاني 12 دقيقة 59 ثانية، 9 أجزاء من الثانية من حلت في المركز الثاني. هذه هجوم لسالم بن عبد الله القبيسي الذي وصل في المركز الثاني، بن كنيش القبيسي تهانينا له. المركز الثالث 13 دقيقة 4 ثواني و6 أجزاء من الثانية من أتت في المركز الثالث، نسايم المبارك بن سعيد بن حمد بن سيف الخيل. يا الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة في تحفة ميادين السباقات، ننطلق مع هذه الأسماء، نسير مع هذه الشعارات وتقدم مع المراكز الأولى المتقدمة وشعار وعد على المركز الأول. هياض سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يتقدم على الصدارة ويقدم في هذه اللحظات هياض على المركز الأول في أول الأسماء المنطلقة والمندفعة. مشغل على المركز الثاني لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث هملول القادم لعبد الله بن سالم بن سعيد الوهيبي، من يتقدم في هذه اللحظات الوهيبي ويقدم هملول على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع ويأتي عتيم لسعيد بن مبارك المنصوري القادم مقدما عتيم بن مدعي وشعار القادم في هذه اللحظات مقدما عتيم على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد اللورد، هنا يقدم اللورد في هذه اللحظات راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي القادم على المركز الخامس. والمركز السادس من الجانب الآخر يتقدم ضاري القادم وصالح بن محمد بن صالح الحميري القادم مقدما انطلاقات ضاري وتحدياته على المركز السادس. المركز السابع ياتي شعار الشاعر يتقدم مع هداد رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي القادم والمتقدم مع هداد على المركز السابع. ناخذ المركز الثامن ويتواجد في ثامن المراكز في هذه اللحظات يتقدم على المركز الثامن القادم سراب القادم محمد بن عبيد بن خليفة الطنيجي القادم على المركز الثامن. والمركز التاسع يتقدم الأسد لعبيد بن غريب الفلاسي القادم في هذه اللحظات، هنا القادم عبيد بن غريب بن جرش الفلاسي. المركز العاشر يتقدم معاند لحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري قادما مقدما معاند على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا هي العشرة الأولى الأسماء المنطلقة، ويا هي من أسماء قادمة في هذه اللحظات نتابعها في الكادر السفلي على قنوات دبي ريسنج الحاضرة في هذا الصباح ناقلة هذه الأحداث وقائع سباقنا لسن الحولي والزمول في 8 كيلومترات مع انطلاقة هذه الأصايل، مع انطلاقة هذه الأسماء بنوك الإنتاج انطلقت وسارت بين حنايا هذا الميدان مؤكدة حضور هذه الشعارات في تحفة ميادين السباقات. أعود إلى المراكز الأولى،
أعود إلى الكادر العلوي، ما يحمل إلا 5 أسماء متقدمة و5 شعارات انطلقت ما بين شعار الرميثي ولهيبي والصعب وكذلك المنصوري وبر وشعار الشاعر الاكتبي ما شاء الله. لكن نعود إلى الصدارة نتابع المتقدم في هذه اللحظات مشغل علي بن خليفة الرميثي يقدم مشغل على المركز الأول، المركز الثاني القادم هملول لعبد الله بن سالم بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث شعار الصعب يأتي في هذه اللحظات سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتمي مقدما هياض على المركز الثالث، المركز الرابع تيم لسعيد بن مبارك بن دعي المنصوري القادم في هذه اللحظات بن مدعي المنصوري قادم، المركز الخامس انتصفت 8 كيلومترات ويتقدم هداد بدأ في هذه اللحظات هداد بدأ يتقدم ويحضر بشعار رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي القادم على المركز الخامس. نتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، نتابع المركز السادس ويتقدم اللورد القادم في هذه اللحظات بشعار راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي القادم من مرغم مقدما اللورد وانطلاقاته وتحدياته على المركز السادس. المركز السابع نتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، سابع المراكز وشوطنا السابع هنا مع انطلاقتي وتحديات سراب محمد بن عبيد بن خليفة الطنيجي القادم مع سراب وضاري على المركز الثامن لصالح بن محمد بن صالح الحميري القادم في هذه الانطلاقات في هذه التحديات مع انطلاقة هذه الأسماء. نتابع الأسماء القادمة، نتابع الشعارات القادمة والواصلة في هذه اللحظات، يا هي أسماء قادمة بن حمودة قادم في هذه اللحظات يقدم معاند حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، هكذا هي النتيجة هكذا هو ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة في هذه الانطلاقات. غادرنا 3 كيلومترات، غادرنا لوحة 3 كيلومترات وبدأنا بالاستدارة إلى خط النهاية إلى ناموس هذا الشوط. يا أهل الزمول المحليات الأصايل، سابع الأشواط لمن من هذه الشعارات والأسماء؟ نعود إلى الكادر العلوي، أعود إلى المركز الأول، لهيبي من غير، لهيبي من تقدم كل الأسماء والشعارات، يقدم هملول عبد الله بن سالم بن سعيد لهيبي، يتقدم أحد القادمين الأشقاء من السلطنة، يقدمون هذه الانطلاقات والتحديات، المركز الثاني القادم هياض سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان القادم شعار الصعب على المركز الثاني، المركز الثالث عتيم القادم عتيم سعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري القادم في هذه اللحظات على المركز الثالث، المركز الرابع ياتي الرميثي وشعاره على المركز الرابع مقدما مشغل علي بن خليفه الرميثي، غادرنا 2 كيلومتر مدرج الهبوط تدريجيا الى خط النهايه، هداد بدا يهد على الاشواط بدا يهد
على المراكز الاولى رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي، ووصل الطنيجي، تقدم الطنيجي في هذه اللحظات، يقدم سراب محمد بن عبيد الطنيجي، وضاري ضاري وصل صالح بن محمد بن صالح الحميري قادما في هذه اللحظات، مقدما ضاري وانطلاقاته وتحدياته، وبالضعيف قادم مع اللورد راشد بن حمد، بالضعيف بن غدير الكتبي، وبن حمودة قادم، بن حمودة قادم مع معاند حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. كل الشعارات وصلت في هذه اللحظات، كل الأسماء وصلت في هذه اللحظات، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى هملول ولهيبي على المركز الأول. من يتابع هملول على الصدارة والمقدمة؟ عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سالم بن سعيد لهيبي، من يتقدم في هذه اللحظات ويقدم هملول على المركز الأول. أياض الصعب قادم على المركز الثاني. الكيل الأخير ضاري القادم في هذه اللحظات، ضاري وصالح بن محمد بن صالح الحميري قادم. يا هي معركة ما بين الحميري وضاري، وما بين أياض وشعار الصعب ولهيبي مع هملول. اللحظات الأخيرة لمن يبتسم خط النهاية، من هو السعيد؟ من هو السعيد؟ وصل هداد شاعر في هذه اللحظات، رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير القادم في هذه اللحظات، وسند ناصر بن علي بن دلوان الكتبي، وصل بن دلوان تقدم في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، هل نزوى وهل مرغم في صراع في تحدي هداد وهياض وهداد وهياض، شعار الصعب وشعار الشاعر. اللحظات الأخيرة، السلام لا زال حاير وطاير ما بين نزوة ما بين مرغم، ولكن هالمرغم هم الأقرب لناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لسلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان على فوز هياض بالمركز الأول. والنقطة الثانية لهذا الشعار، هداد على المركز الثاني لرشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي. المركز الثالث متعب لخليفة بن محمد بن عامر العمري. المركز الرابع وصل ضاري لصالح بن محمد بن صالح الحميري. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول هياض، قطع 8 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 21 3 أجزاء من الثانية. ثانينا وناموس لسلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، وسلام برغم سلام المركز الثاني. هداد 13 دقيقة 22 5 أجزاء من الثانية. تانينا وناموس لرشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي، قدم عرض يشكر عليه هداد. المركز الثالث